نور، مثل ما بتعرفي وبيعرف أغلب المشاهدين بأنه سنوات الحرب على سوريا كان لها آثار كتير ألقت بظلالها، وكان في حصة للمدارس التعليم. صحيح. وهذا الشيء أدى لفاقد تعليمي لعدد من الطلاب، وأيضا أدى للتسرب. ولكن وزارة التربية حرصت خلال هذه السنوات على وضع خطة متكاملة سعت من خلالها لضمان عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية. أكيد سلمى، جهود جبارة قامت فيها وزارة لاستمرار عجلة التعليم خلال سنوات الحرب مستمرة لدعم طلاب الشهادتين الثانوية أكيد والأساسية من خلال دورات التقوية النظامية في المناطق اللي توقفت فيها العملية الدراسية خلال سنوات الحرب. بهذا المجال رح نتعرف شو الجهود الجبارة اللي قام فيها، ما أنجز وما سيقام في السنوات القادمة. منهاج التجريبي للفئة ب مع الضيوف الدكتور رامي الضلي رئيس دائرة التعليم الأساسي والأستاذ جعفر النصر رئيس دائرة التعليم الثانوي. يسعد صباحكم وأكيد لكم كل عام وأنتم بألف خير. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، وشكرا طبعا لاستضافتنا بأحد المدارس بضمن يوم تعليمي لحتى نقدر هيك نكون على تماس مباشر مع الحالة التعليمية على أرض الواقع. بدي بلش مع حضرتك أستاذ رامي، وخلينا بداية ناخذ فكرة متكاملة عن منهج الفئة ب مثل ما نشرح أكثر للناس اللي ما بتعرف تفاصيل عن هذا. نعم طبعا، منهاج الفئة ب هو منهاج يتضمن دمج للأعوام بطريقة التعليم المتسارع أي التعليم المكثف. الغاية منه هي تعويض الفاقد العمري للطفل وتعويض الفاقد التعليمي أيضا للأطفال الذين فاتهم التعليم لسنتين فأكثر. البعض يتساءل أنه ليش لسنتين فأكثر، لأنه لو لسنة واحدة يعتبر بنفس مستوى التعليمي. صحيح. بصفه راسب، لذلك هي أكثر من سنتين، ويتضمن أربع مستويات. المستوى الأول فيه الصف الأول والثاني، كل واحد يدرس في فصل، والمستوى الثاني الصفين الثالث والرابع، والمستوى الثالث الخامس والسادس، والمستوى الرابع والأخير هو الصفين السابع والثامن، من ثم يعود إلى تقديم امتحان شهادة الثانوية شهادة التعليم الأساسي الصف التاسع. طبعاً وهذا المنهاج يعوض أيضاً الجانب العمري كما قلنا، كل سنتين في سنة، يعني كل فصل واحد يتضمن مستوى تعليمي لصف دراسي واحد. طيب خلينا نحكي معك دكتور رامي، آلية الوصول للطلاب المتسربين، في جهود كتير كبيرة عم يكون في قطاع التعليمي والتربوي للوصول إليهم، آلية العمل كيف عم تكون، وحتى يعني لما نبلش معهم شوي شوي بالمنهاج التعليمي؟ طبعا أول شيء حول آلية الوصول إلى المنهاج التعليمي، فالمنهاج التعليمي هو منهاج نظامي رسمي للفئة ب، وهو منهاج عبارة عن طريقة التعليم فيه مكثفة، الغاية منه دمج الوحدات والتركيز على المواد الأساسية وخاصة مواد اللغة العربية والحساب الرياضيات، وأيضا إضافة إلى العلوم واللغة الإنجليزية. هناك أيضا مواد أخرى، ولكن هي مواد تساعد في إثراء معلومات الطفل، ولكن أدخلت في هذا العام كمواد رئيسية، مثل مادة التربية الاجتماعية بأقسامها التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وهنالك مواد أخرى إثرائية أيضا دخلت في هذا العام وصارت من ضمن المواد الأساسية، لها حصص معينة كانت في السابق تعطى إثرائية ولا تزال تطبق في المنهاج الفئة ب. أما المنهاج الآن التجريبي فسوف تطبق فيه كدروس لها حصص نظامية ونصاب معين، يعني مثلا حصة الرسم في لها ساعة معينة، الرياضة لها ساعتان، التربية الموسيقية لها ساعة، وهكذا. كانت قبل تدمج بست حصص تعطى إثرائية يقوم بتوزيعها معلم صف المنهاج الفئة ب كما يشاء. والاعتماد في آلية معينة للمناهج، هذه المناهج هي مناهج مطورة تم إعدادها وتطويرها الآن في المنهاج التجريبي الفئة ب من قبل مجموعة من الخبراء العاملين في مركز تطوير المناهج وفي وزارة التربية بشكل عام، فريق عمل متكامل ما بين مركز تطوير المناهج وما بين مركز القياس والتقويم، إضافة إلى المديريات العاملة في هذا الميدان مثل مديرية التعليم دائرة التعليم الأساسي، وهي تطبق في الميدان وعليها
الجهد الأساسي في تطبيق وإنجاح التجريب. وأيضا لدينا مثل مديرية التخطيط لها دور أساسي وكبير بالتنسيق مع المنظمات وخاصة مثلا اليونيسف اللي لها دور داعم كان في هذا الموضوع، وقدمت أيضا مجموعة من الخبراء الذين آزروا وساهموا في إعداد هذه المناهج ومراجعتها وتدقيقها بعد إنجازها من قبل مركز تطوير المناهج. فكانت هذه المؤلفات اللي وضعت للمواد التدريسية على مستوى عالي ويتناسب مع مستويات الطفل، والتجريب الآن يطبق لمعايرة ووضع الآلية المناسبة لما يتناسب مستويات الأطفال في مختلف مناطق القطر. والتجريب لا يشمل الآن بعض المحافظات بل في كل المحافظات، ولكن من كل محافظة أخذت عينات من داخل مركز المدينة وعينات من الريف حتى ومناطق حتى متباعدة ضمن كل محافظة، وأخذت عينات لبعض المدارس. يعني مثلا في محافظات عندنا التجريب فيها لأربع مدارس، في محافظات إلى ثمان مدارس وصل فيها التجريب. طبعا الغاية منها هذه المدارس هي معايرة المنهاج وفق مستويات تتناسب مع كل أبناء القطر. دكتور رامي، رح نتبحر أكثر بهذه التفاصيل، ولكن اسمح لي كمان أنتقل للأستاذ جعفر. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا نحكي اليوم جزء مهم من نجاح الطلاب وتفوقهم هي دورات التقوية اللي بتكون موجودة بمدارسنا بشكل عام للشهادتين. خلينا نحكي أكثر بما أنه حضرتك مشرف على هذه الدورات عن تفاصيلها، الفئات المستهدفة، وكل قد ايه فترة زمنية بيحصلوا الطلاب على هذه النوعية من دورات التقوية. دورات التقوية بدأت منذ ثلاث سنوات في العام الثالث الآن، تزداد الطلاب الشهادات، شهادة التعليم الأساسي وشهادة التعليم الثانوي بفرعيها العلمي والأدبي. طبعا هناك جهود نحاول أن تكون أوسع وبالتالي تغطي التعليم المهني وغير ذلك. الآن الإمكانيات هذه التي نستطيعها بدعم منظمة اليونسكو هي التي تدعم هذه الدورات. حاليا الدورات 98 مركز على مستوى القطر موزع على جغرافيا القطر في المحافظات كافة، في كل مركز أربع شعاب، يعني حوالي تقريبا 800 شعب صفية لدينا بالمواد الأساسية اللغة العربية والإنجليزية للشهادات كافة. في التاسع هناك الرياضيات والعلوم العامة، في الثانوية العام الفرع العلمي هناك الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم، في التعليم في شهادة التعليم الثانوي أو في شهادة الثانوي الفرع الأدبي هناك التاريخ والجغرافيا والفلسفة. هذه المواد الأساسية. القاعات الصفية أو المراكز الدورات موزعة على جغرافيا القطر، يتم استهداف المناطق الأكثر حاجة. طبعا المناطق التي تعرضت لفاق التعليمي، هؤلاء الطلاب إما أنهم انقطعوا خلال الأعوام السابقة، ربما هناك نقص أحيانا في بعض الكوادر بسبب بعض المناطق، يتم ترميم هذا الفاقد التعليمي من خلال هذه الدورات في المواد الأساسية. طبعا حتى المواد نحن هناك رغبة بزيادتها، ولكن نعمل وفق الإمكانيات المتاحة. طيب دكتور رامي، خلينا نحكي مع حضرتك. تقريبا 129 مدرسة موزعة على المحافظات لاستمرار العملية التعليمية لكل فاقد تعليمي، إلى جانب يمكن استمرار العملية التعليمية الطبيعية. خلينا نحكي عن الجهود اللي عم يقوموا فيها، آلية العمل كيف عقون؟ طبعا للتوضيح فقط، ال 129 مدرسة هي مدارس التي يطبق فيها التجريب، منهاج التجريبي. أما أعداد المدارس بالنسبة للفئة بي فهو العدد أكبر بكثير في كل محافظة، ولكن كما نوهت قبل قليل بأنه تم اختيار بعض المدارس لتطبيق التجريب فيها. وال 129 مدرسة هذه نتحدث عنها سريعا، تم اختيارها من خلال ورشة عمل جمعت هذه الورشة المديريات المعنية التي ذكرتها قبل قليل، إضافة إلى العاملين في الميدان من زملائنا من دائرة التعليم الأساسي والمدير المساعد للأساسي، إضافة إلى رئيس شعبة التعليم الإلزامي. طبعا هؤلاء الموجودون اللي كانوا من كل المحافظات، كل فريق عمل هو من اختار المواقع للاختيار التي سوف تتم فيها عملية تطبيق المنهاج التجريبي. وهذه المدارس وزعت وفق توزع جغرافي كما ذكرت قبل قليل، ولكن الأهم من هذا أن هذا المنهاج التجريبي لهذا العام، وفي نهاية التجريب سوف تتم معايرة المناهج وإعادة صياغتها، وربما تكون مناسبة في بعض المواد، وربما تحتاج في بعض المواد إلى تكثيف المعلومات أكثر، وربما تحتاج إلى تبسيط
تخفيف المعلومات. وهذه العملية سوف تتم خلال المرحلة التي بدأنا فيها منذ بداية الفصل الثاني يعني مع شباط وانطلاق الفصل الدراسي الثاني، تمت بإجراء عملية سبر. هذا السبر هو من خلال توزيع استمارة لتحديد مستوى التعليم للطفل وتطبيقها في 129 مدرسة، والآن صدرت نتائجها. وخلال هذه المرحلة قمنا بتدريس الأطفال بمواد ومناهج إجرائية وأنشطة أيضا. ولكن استمرار هذه العملية التعليمية التي يتم فيها التطبيق لكي يعوض فيها بدل الفصل الأول لمن التحق الآن حديث المدرسة ولا يضيع عليه أي شيء من جانب عمري أو تعليمي، الآن التطبيق منذ شهر شباط وسوف تستمر العملية التعليمية إلى بداية أيلول، يعني قبل افتتاح المدارس نكون أنهينا العام الدراسي للأطفال اللي التحقوا حديثا. نعم، كمان أستاذ جعفر خلينا نحكي بالتوازي، هي العملية اللي عم بيقوموا فيها بالتوازي، عم بيكون دورات التقوية موجودة للطلاب مجانا مثل ما ذكرنا ببداية الحديث ولكل الطلاب، هل هي الدورات موجودة بكل الكوادر التعليمية أو مدارسنا على امتداد القطر أو بمحافظات معينة؟ وهل يتم أيضا إعطاء الطلاب اللي هن ضمن الفئة ب نوع معين من دورات التقوية، ولا هي تشمل فقط طلاب المرحلتين الشهادة الثانوية والإعدادية؟ الدورات تستهدف طلاب الشهادات حصرا، الطلاب النظاميين للشهادات، موزع على جغرافيا القطر كما قلت قبل قليل بشكل عام. لا يمكن أن نفتتح دورة طبعا في كل مدرسة، هناك مراكز في المحافظات، في مركز الناحية ربما يكون في مركز تقريبا المدينة. تشمل كل المحافظات، تشمل 198 مركز تغطي جغرافيا الجمهورية العربية السورية كاملة. كل طالب نظامي في شهادة التعليم الأساسي أو في الشهادة الثانوية العامة يحق له الالتحاق بهذه الدورات. الهدف نحن 36، أحيانا يكون هناك إقبال في الأعوام السابقة، طبعا نحن عانينا الأسبوع هذا والأسبوع الثاني الجو العاصف، لم نستطع أن نحصل على إحصائيات دقيقة لأن نسبة الغياب كانت حكما بما شاهدناه من أجواء باردة، وبالتالي لم نحصل على الإحصائية الدقيقة لهذا الأسبوع، ولكن غالبا كان هناك عدد متقدم أكثر من العدد المطلوب. غالبا نحن نقول الشعبة بالحد الأقصى 40 طالب أو تلميذ في الصف التاسع، غالبا تصل في بعض المراكز أكثر من ذلك. نحاول دائما استيعاب كل الطلاب، دورة مجانية بالكامل، المدرسون الذين يعملون في هذه الدورات لتعويض الفاقد التعليمي هم من المدرسين الذين خضعوا لدورة في هذا المجال. المدرسين نحن أجرينا عدة دورات، الدورة الأخيرة كانت قبل افتتاح دورة الفاقد التعليمي بأسبوع واحد فقط، استهدفت آلاف المدرسين على مستوى القطر في تكثيف المحتوى والتعلم عن بعد، كي يستطيع هذا المدرس أن يجد الطريقة التي يوصل فيها هذه المعلومات في الفترة الزمنية القصيرة التي تجري فيها الدورة. طبعا المادة الرياضيات على سبيل المثال في الشهادة الثانوية تعطى على مدار العام الدراسي، عندما نقول سنختصرها إلى 40 أو 48 حصة درسية، حكما هناك طريقة يجب قوم فيها المدرس كي يوصل هذه المعلومات، التكثيف المحتوى. أيضا هناك التعلم عن بعد، هناك برامج يمكن أن يستخدمها يتدرب عليها هذا المدرس في دوراتنا التعليمية التي جرت أيضا بالتعاون مع اليونسكو. يعني أشرت يمكن لنقطة كتير مهمة كمان، يعني دورات تدريبية فينا نقول وتعليمية للأساتذة، لا فينا نقول مواكبة التعليم المكثف، لأنه نحن بنعرف المنهاج ضخم، الطلاب بيعتبروه واسع، فكيف إذا نحن ما نختصر بسنة بفصل؟ جهود جبارة عم تقوموا فيها خلال سنوات الحرب، يمكن قديش تقريبا، يعني ما بدي عدد كامل، بس فعليا قديش قدرتوا توصلوا للمتسربين من الطلاب؟ وهي إنجاز فينا نقول تعليمي كتير كبير، إنه في أعداد كتير كبيرة عم تلتحق، عم يكون فينا نقول نكسب مستقبل الطفل، لأنه في ظروف قاسية مرت على كل الناس ومنا الأهالي والطلاب. نعم، بالنسبة للفاقد التعليمي يتضمن شقين حتى نوضح للسادة المشاهد. الجانب الفاقد التعليمي لمن ضاع عليه سنوات تعليمية وهو خارج المدرسة فيعوض بمنهاج الفئة بي، وهو لا يجري بدورة وإنما عام دراسي أو فصل دراسي ويعوض فيه على من خلال منهاج الفئة ب. أما الدورات التعليمية فهي دورات تقوية لطلاب الشهادتين الصف التاسع والصف البكالوريا اللي هم الثالث الثانوي بفرعيها العلمي والأدبي، وهم للطلاب النظاميين المداومون في المدارس. ولكن
نتيجة للظروف التي تحدث أحيانا في بعض المناطق، فيكون لدينا نقص أحيانا بأستاذ أو لديه حالة مرضية غيرها، فيكون في عنده تقصير أحيانا بالمنهاج أو ربما يحدث معه خلل، أو في بعض الأحيان في إلها فائدة أخرى وجانب ثاني للدورات التقوية، وهو أن المعلم اللي يعطي أو المدرس اللي عم يعطي بمادة معينة في مركز، هذا المركز يكون في منطقة متوسطة في أحد المدينة أو أحيانا في مركز ناحية أو في مركز قرية كبيرة. هذا المركز يتضمن كل المدارس اللي موجودة فيه الراغبين من التسجيل لهذا المركز من هؤلاء الطلاب يلتحقوا بهذا المركز. فهنا طريقة إعطاء جديدة، لأن المدرس هو يكون واحد ولكن التلاميذ في التاسع أو طلاب البكالوريا راح يكونوا من عدة مدارس، وبالتالي هنا تنوع لطريقة الإعطاء ويشاهد الدرس بطريقة أخرى. فحضور الدرس هنا تلقاه من مدرسه في المدرسة بطريقة معينة، هنا عملية مراجعة وتقوية وتعزيز وتكثيف للمعلومات، يأخذ الدرس بطريقة ثانية، يأخذها من مدرس يعطي في مدرسة أخرى ربما قريبة أو من منطقة أخرى بعيدة، فهنا تغيير بطريقة إعطاء الدرس وبالتالي تساعد على تكثيف المعلومات وتعزيزها، وبالتالي هي دورات تقوية مجانية للطلاب النظاميين في المرحلة الثانوية الشهادة وأيضا شهادة التعليم الأساسي. وهذا المشروع هو مشروع بالتعاون مع اليونسكو وإشراف مباشر من قبل دائرة التعليم الأساسي والثانوي للتطبيق في الميدان. يعني طبعا نحن اليوم حاولنا هيك نضيء ولو بشكل بسيط على هذا الجهد الكبير اللي عم بتقوموا فيه. أستاذ جعفر، ما نختم كلمة بتحب توجهها بهذا اليوم وهالمناسبة؟ كل عام وجميع زملائنا المعلمين بخير، والرحمة لمن فقدنا منهم، رحمة للمعلمين الشهداء الذين سقطوا خلال هذه الأزمة. تم استهداف كوادر وزارة التربية في جميع المحافظات السورية ولدينا مئات الشهداء من المعلمين وأيضا من الطلاب عندما كان يتم استهداف الطلاب. صحيح. الرحمة لأرواح من فقدنا، كل عام وزملائنا جميعا بخير، ونتمنى التوفيق لأبنائنا الطلاب في جميع المراحل. طبعا كل عام وكل العاملين في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، كل المعلمين في القطر بألف خير، والرحمة لشهداء الجيش العربي السوري والشفاء العاجل تمنياتنا لجرحاه، وأيضا لكل من ساهم في العملية التربوية والتعليمية. أقول لهم كل عام وأنتم بخير، جهودكم مباركة زملائنا المعلمين. لكم كمان كل عام وأنتم بخير. أكيد نشكركم، ينعاد عليكم بالخير، وحاب تحية لكل معلم سوري فعلا يمكن تحدى كل الظروف لاستمرار العملية التعليمية. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم.